بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة السابعة في سلسلة تعليم الميبل، والمحاضرة بعنوان الماتريسيز، وازاي هنتعلم ازاي نكتب الماتريسيز والاوبريشن الخاص بالماتريسيز. ولكن قبل ما ابدأ لازم استدعي الباكج اللي هستخدمه في الماتريسيز اللي هو لينير الجبر. فهاجي فوق خالص كده واقول له لينير ويز لينير الجبر، واقفل القوس واضغط انتر. لو ضغطت انتر من غير نقطتين هيظهر لي كل الاوامر اللي هيستخدمها في الباكج ده، فده انا مش عايزه. فهاجي في الاخر واضغط نقطتين فوق بعض عشان الغي الكلام اللي بيظهر ده، واعمل اكسكيوت ذا انتير ورك شيت. هيبدا يعيد حسابات الورك شيت كله. هنيجي هنا في طريقتين علشان اعرف الماتريسيز، يا اما طريقة بسيطة خالص ان انا هضغط على السهم ده وهضغط على الماتريسيز. هنا انا عايز مصفوفة 3 في 3، يبقى خلي الرو 3 والكولومز 3. وهنا شوز لو انت عايز تختار ماتريسيز اكبر من زي ما انت عايز بالشكل ده بدل ما ادخل ارقام. هنا تايب لو انت عايزها كاستوم فاليوز، يعني لو انت عايز تملاها لها زيرو فيلد او وان فيلد في الخط قطر الرئيسي، او عايزها مصفوفة الوحدة، او عايزها راندم من عنده. وهنا شيب لو انت عايزها اني وان اني شيب دياجونال او ابر دياجونال او لير دياجونال او تري دياجونال او سيمتريك او سكيو سيمتريك او انتي سيمتريك. وهنا هنضغط، احنا هنا هنختار مصفوفة 3 في 3، الاول هنسمي المصفوفة عشان نقدر نتعامل معاها اي، نقطتين فوق بعض يساوي. وهعمل انسرت للمصفوفة وابدأ املاها باعداد عشوائية، ناقص واحد، صفر، ناقص اتنين، تلاتة، اتنين، خمسة. وهنا هعمل سيمي كولون وهسمي مصفوفة أخرى بنقطتين فوق بعض ويساوي، وأضغط insert ودخل المصفوفة أو عناصر المصفوفة بالشكل التالي. طبعا هي مصفوفة random، و semicolon. لو ضغطت انتر هيحسب لي المصفوفة ايه والمصفوفة ب، هيكتبهم بالشكل ده. لو انا مش عايزهم يظهروا يبقى نقطتين فوق بعض واضغط انتر. عايز اجمع المصفوفة يبقى انا هتعامل مع الاي زائد البي كوما سيمي كولون اي ناقص البي وانتر، هيحسب لي مصفوفتين. المصفوفة الاولى تناظر اي زائد البي، والمصفوفة التانية هتناظر الـ A ناقص الـ B. عايز اضرب المصفوفة A في الـ B. الـ B حصل الضرب هنا هو عبارة عن الدوت اللي موجود في لوحة المفاتيح ده، الدوت يديني الـ A في الـ B. لو انا عايز احسب A، طبعا قسمة المصفوفات غير معرفة بالشكل التاني، انما انا اقدر اقسم المصفوفة على عدد بالشكل ده. كده انا قسمت المصفوفة على العدد، انما ايه على البي ده غير متعرف بالشكل ده. ما ينفعش اقسم مصفوفتين لان العملية الحسابية اصلا غير معرفة لحاصل ضرب حاصل خارج قسمة مصفوفتين. طبعا انا اعيد حساب الملف عشان اتخلص من الخطأ اللي ظهر ده. لو انا عايز A inverse يبقى A وقص ناقص واحد واضغط انتر، هيديني المصفوف ال inverse. في امر تاني اسمه matrix inverse وبيتكتب بالشكل ده كده، واحط المصفوفة ايه داخل القوس واضغط يديني
الماتريكس الانفرس ماتريكس. انا عايز ايه ترانسبوز؟ لو انا ضغطت على الاي هنا ما حسبش الترانسبوز وكتب المصفوفة وحط فوقيها تي تدل على ان هي ترانسبوز، لا انا عايزه يحسبها عايزه يدورها، فاقول له ترانسبوز للمصفوفة A، حسب لي الترانسبوز مباشرة. عايز احسب الديتيرمينانت، ديتيرمينانت للمصفوفة A، ده الديتيرمينانت للمصفوفة A. اقدر كمان اعمل حاجة اسمها ماتريكس بلوت للمصفوفة A في البي اللي هو علامة الضوت بالشكل ده. طبعا هنا في خطأ، في هنا اور ناقصة، هيديني المصفوفة بالشكل ده ماتريكس بلوت. في طريقة تانية، دي الطريقة السهلة لإدخال المصفوفات وإجراء العمليات الحسابية عليها، إنما أنا أقدر أعرف المصفوفة بطريقة مختلفة. ان انا هسمي مصفوفة M نقطتين فوق بعض يساوي، وهقول له ماتريكس كابيتال M وافتح قوس الخاص بالماتريكس. انا عايز مصفوفة 3 في 3 يبقى كوما 3 كوما 3، ده اللي هو الرو والكولومز في المصفوف كوما. انا دلوقتي عايز ادخل الصفوف والاعمدة يبقى قوس مربع. ايه الصف الاول؟ هكتبه بالشكل ده 1.1.1، اخرج بره قوس مربع 0.10-1، اخرج بره افتح قوس مربع واقفله 1.0-2.4 واضغط انتر، تطلع لي مصفوفة بالشكل ده. اقدر اعمل عليها العمليات الحسابية. لو انا عايز الماتريكس انفرس يبقى اقول له قص ناقص واحد، طبعا هنا خطأ، ديترمينانت دي المصفوفة M، نحسبها تطلع المصفوفة هنا سينجولر فما اقدرش نجيب الديتيرن انفرس، خلي ده واحد، تطلع هنا المصفوفة ليها الديتيرمينانت موجود. اقدر اعمل ماتريكس بلوت للام واقدر اجيب الام انفرس بالشكل ده، واقدر اجيب ترانسبوز للمصفوفة M بالشكل ده. ده كل ما يتعلق بالمصفوفات والعمليات الحسابية عليها ورسمها. شكرا جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.